اليوم مع السيد المدير العام للضرائب شكل فرصة هامة من أجل مناقشة يعني الإصلاح الجبائي وكذلك ربطه بمختلف المكونات التي تميز المنظومة الجبائية في المغرب. والسيد المدير العام المحترم يعني أغنى النقاش بمعطيات هامة وجديدة، البعض منها تم يعني الحديث عنه والكشف عنه لأول مرة، وبالتالي هذا النقاش العام لأنه ليس فقط نقاشا تقنيا بل كان نقاشا أكاديميا ونقاشا يعني بالمعنى العام للكلمة، مكن من استكشاف يعني الجهودات الكبرى التي تقوم بها إدارة الضرائب في إطار تنزيل توصيات المناظرة التالية للجبايات وكذلك تنزيل مقتضيات القانون الإطار الجبائي وخصوصا ما تعلق منها بإعادة التوازن لعدد من المقتضيات الجبائية. لاحظنا توحيد طبعا الحال يعني الأسعار المرجعية بالنسبة للضريبة على الشركات، إعادة التوازن لبعض المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الدخل بما فيها المسائل المتعلقة بالاقتطاع من المصدر، وكذلك المجهودات التي تقوم بها إدارة الضرائب في إطار يعني المطابقة مع الأعراف وكذلك الأنظمة الجبائية الدولية خصوصا فيما يتعلق ب يعني الجبايات الدولية. كما أكد السيد المدير عام الضرائب ضرورة التقيد ب يعني الواجب الجبائي بمنظوره الحضاري ومنظوره الوطني، مؤكدا التزام الإدارة وتشبثها بمساندة يعني الملزمين سواء ما تعلق بينه بتأطيرهم، وهناك التزام واضح من طرف السيد المدير عام الضرائب فيما يتعلق بمواكبة الملزمين ويعني توضيح الأمور، وبالتالي الحضور أثنوا كثيرا على المجهود التواصلي الكبير للسيد المدير العام وأثنوا على وضوح الخطاب ووضوح الرسائل، وكذلك يعني عبروا في نهاية يعني اللقاء عن ثقتهم بطبيعة الحال في المجهودات التي تقوم بها إدارة الضرائب من أجل يعني تعزيز الثقة في الجبايات ويعني المضي قدما في هذا الإصلاح الهام والهام جدا. ما كانش في مواطن اللي يقدر ما يقولش بأن السياسة الجبائية في المغرب في تقدم ملموس. الإدارة الجبائية ما بقتش مغلق عليها، الإدارة الجبائية في تواصل مستمر مع المواطنين مع السي جي ام نورمالي بيان. دونك دابا السياسة الجديدة ترتكز على مشاركة ومحاورة، لهذا السياسة الجبائية كنشوفها في تقدم ملموس وفي خدمة الاقتصاد الوطني وفي تسلسل مستمر يخدم الاقتصاد الوطني العام في المغرب. المحاور هنا ضريبة في خدمة الاقتصاد العام، والإدارة الضريبية في استماع مستمر باش ما يبقاش داك الرؤية ديال المواطن بأن الإدارة الضريبية إدارة ليست كسائر إدارة، هي إدارة كتعمل في صالح العام وفي خدمة المواطن.